عقد الإيجار ليه تبعات، منها سداد الأجرة والحصول على ما يفيد السداد، وده بالمناسبة مطبوع يعني موجود. يعني أنا لما بقول للمالك اديني إيصال، أنا مش بطلب حاجة مش من حقي. دي جزئية. جزئية تانية أنا ليها تعليق بس في جزئية القانون الجديد. هو القانون ده بقاله 27 سنة خلاص ما بقاش جديد. لازم حالي أنا 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 شخصيا بتسميه حضرتك الحالي، القانون الحالي. لا هي المقصود بجديد إن هو مثلا الواحد بيأجر تقريبا بالسنة، يعني سنة عشان بس بنفرق ما بينها. طالما إحنا عندنا في مصر، طالما في مصر القديمة يبقى في مصر الجديدة. فإحنا إحنا بنقول مثلا القانون القديم بعكسه هو القانون الجديد، مش تفرق المسمى. لكن في حالات الطرد ده يعني هو في فعلا الناس ممكن تاخد يعني دكان او تاخد مكان ويقول لك طب انا قاعد فيه بقى لي 20 سنة، هل اعاده في المكان لمدة 20 سنة دون عقد ودون اوراق رسمية ما يدلوش حق في اي حاجة؟ لا طبعا، ده هو كده تملك مش من 20، من 15 سنة بس. من 15 سنة ان حضرتك تحوز مكان بنية تملكه لمدة 15 سنة خلاص بس انا معيش ورق هثبت ازاي للمحكمة ان انا بقالي 15 سنة؟ دي تتوقف على ممكن شهادة شهود لو مفيش اوراق، او مثلا محل بيمارس فيه نشاط معين وعنده بقى ما يفيد من الاوراق انه بقاله فتره. حضرتك بتتكلم بناء على القانون القديم ولا الحالي زي ما بتقول؟ دي ملهاش علاقه لا بالقانون الحالي ولا بالقانون القديم، دي ليها علاقه بالقانون المدني. قانون المدني بيقول ان اذا حد حاز عين بنيه تملكها لمده 15 سنه والمالك ما قامش باي حاجه خلاص يتملكها.